احنا يا جماعه الان في حدث تاريخي، احنا موجودين في الملعب اللي هيكون فيه مباراه افتتاح كاس العالم ما بين روسيا والسعوديه، وايضا هتقام عليه المباراه النهائيه اللي مين طرف المباراه النهائيه محدش يعرف، الله اعلم. حدث تاريخي احنا موجودين فيه، موجودين في قلب المدرجات، موجودين في الملعب، اجواء جميله جدا جدا بنعيشها النهارده. طبعا اكيد، وهذا سبق لانه نحن اول ناس بالعالم العربي بكاميراتهم دخلوا يعملوا انترفيوز، وحنفرجيكم ستاديوم لوجنيكي من روسيا موسكو. هيدا استاد كتير مهم، ولوجنيكي باللغه العربيه تعني بعد هطول المطر تجمع الماء ببركه، وحيكون مثل ما قال مهيب افتتاح المباراه النهائيه، البدايه والنهايه. وحاب اقول لكم انه هو احتضن مباريات مهمه كتير مثل نهائي تشامبيونز ليج سنه 2008 ما بين مان يونايتد وتشيلسي.